لا سبيل أمام هذه العائلات سوى اللجوء إلى مدارس وكالة الغوث الدولية الأونروا التي فتحت أبوابها لهم بعد خروجهم من منازلهم بحثا عن الأمن في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق سكناهم، خاصة المناطق الشرقية والحدودية للقطاع التي كان لها النصيب الأكبر من القصف الكثيف بالطائرات والمدفعية الإسرائيلية. احنا كنا آمنين في بيوتنا وقاعدين، ما فيش أي مشاكل، إلا أنه الاحتلال الصهيوني لما دخل في غاراته وعملية الأرض المحروقة اضطرينا أنه نطلع من بيوتنا ونلجأ لمدارس الوكالة. احتلال ظالم وغاشم، ويعني الأعمال اللي بيرتكبها والجرائم اللي بيرتكبها بحق الشعب الفلسطيني هي جريمة كبرى. فأكثر من 75 ألف فلسطيني لجأوا إلى مدارس الأونروا، تم توزيعهم على نحو 28 مدرسة، باتوا يعيشون أوضاعا صعبة في ظل نقص المواد الغذائية والإغاثية وسط مطالبات بضرورة توفير الحماية الدولية لهم. لا أهداف للعدو الصهيوني الآن موجودة أصلاً، بالأساس ليس لديه بنك أهداف، بنك أهدافه هو هؤلاء الأطفال يقصفهم داخل البيوت. فحينما أبلغونا أن نخرج من بيوتنا خرجنا ليس خوفاً منهم أو من صواريخهم أو من دباباتهم وطائراتهم، خرجنا من أجل هذه الأرواح الصغيرة الطاهرة، هي طيور وأمانة في رقابنا، لأن العدو الغاشم لا يميز في ذلك. تحويل مدارس الأونروا إلى مراكز لجوء للفلسطينيين يعكس مدى خطورة الأوضاع في غزة، الأمر الذي انعكس على حياة الأطفال الذين أصبحوا يعانون من حالة نفسية نتيجة أصوات الانفجارات العنيفة التي يسمعونها في كل مكان وانتهاك إسرائيل لطفولتهم. احنا جينا هان نازحين من بيت حنون لجمال، وحكونا من الجمال نيجي على جنوب غزة. الاحتلال همج بشكل عام، بقصف الأطفال في أي مكان، ملوش عيون، يعني في أطفال وكبار في السن، في كتير ناس. أنا الطفلة خايفة جدا من الاحتلال الصهيوني، يقصف الأطفال أينما كانوا وأينما ذهبوا. التاريخ يعيد نفسه، فمن هجرة إلى أخرى تنتقل العائلات الفلسطينية في قطاع غزة بحثا عن أمن فقدوه مع تواصل القصف الإسرائيلي ضدهم. وتواصل إسرائيل قصفها لليوم الثالث على التوالي في كافة مناطق قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى إحداث دمار واسع في المباني المستهدفة وتدمير للبنية التحتية وارتقاء أكثر من 560 فلسطيني وإصابة نحو 2700 بينهم إصابات حرجة. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.